الأمن التي اعترضت المسيرة عند دخولها العاصمة صرعاء. وذكرت الأنباء أن قوات الأمن المركزي ومكافحة الشغب الموالية للرئيس صالح قامت بإطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على المشاركين في المسيرة عند مرورها بدوار دار سلم، حيث التحمت المسيرة القادمة من تعز مع عشرات الآلاف من الشباب الذين جاءوا من صنعاء. وسياسيا، قال الرئيس اليمني صالح إنه في صحة جيدة وسيغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ليس للعلاج ولكن لإفساح المجال أمام حكومة الوفاق الوطني لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مشيرا إلى أنه سيعود إلى ممارسة العمل السياسي من خلال حزبه وسيكون في صفوف المعارضة. صالح وصف مسيرة الحياة بأنها أكبر خرق للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في دار الرئاسة بصنعاء أن حكومة الوفاق الوطني هي حكومة لتقاسم الحقائب وليس لإقصاء موظفي الدولة. أنا سأذهب إلى أمريكا مش لغرض العلاج، أنا بخير. أولا أطمنك أنني بخير. أنا أريد أختفي عن الأنظار أو عن الكاميرا التلفزيونية وأتيح الفرصة للحكومة الائتلاف وللسلطات المحلية أن تعد إعداد جيد للانتخابات، وأنا أريد أبتعد شوية عن الانتخابات بحيث إن أمتحقت قالوا على الرئيس وإن نجحت قالوا على الرئيس. أنا أشتي أني أبتعد شوية عن الأنظار، ولا أنا بخير، أنا رايح فحوصات وبخير تمام مظبوط. وسياسيا، دائما قدم رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوا البرنامج العام لحكومته الوطني إلى مجلس النواب لنيل الثقة. وقال باسندوا في الكلمة التي ألقاها بحضور نواب البرلمان من كافة الكتل البرلمانية أن الحكومة ستتعامل مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن باعتبارها خارطة طريق ملزمة لعبور اليمن إلى مرحلة جديدة يتحقق فيها التغيير الذي ينشده اليمنيون. نعرف أكثر مراسل العربية حمود النصر في صنعاء. حمود، مرحبا بك معنا. بداية، إلى أين وصلت مسيرة الحياة؟ في الواقع أنها قد وصلت إلى ساحة التغيير في إطار مثل المحصلة التي تم الإعلان عنها، هي من 13 قتيلا وأكثر من 50 جريح بالرصاص الحي، بالإضافة إلى عشرات العشرات أو المئات أعتقد في ما يتعلق بالحالة الإغماء نتيجة استخدام القنابل المسيلة للدموع. جرى استقبال المشاركين في مسيرة الحياة في ساحة التغيير بصنعاء بطريقة بحشود كبيرة من المحتجين الذين تجمعوا في الساحة منذ منتصف النهار اليوم، وبعضهم كان قد خرج في مسيرات أيضا إلى خارج صنعاء والتحم بمسيرة الحياة ثم دخل معها إلى صنعاء. أقول أن هذه المسيرة ربما خلقت حالة من الفراق الشعبي وحالة التوتر أيضا لدى أجهزة الأمن في صنعاء، التي وجدت أن شوارع صنعاء كانت تعج بالمحتجين والمتظاهرين. نعم. على الرغم من أن المسيرة التي سميت بمسيرة الحياة إلا أنها في المدخل الجنوبي للعاصمة صنعاء اصطدمت بالأمنية وكانت محصلتها عمل عنف ذهب ضحيتها واصطدمت بالموت هناك حمود. ولكن هذه المسيرة أيضا هي تطالب بمحاكمة الرئيس صالح، والرئيس صالح قال إنه ذهب للولايات المتحدة. كيف وهل ستكون هذه المطالب مستمرة أيضا؟ في الواقع أن المشهد اليمني اليوم ظهر بثلاثية الأبعاد. البعد الأول هو تقديم رئيس الوزراء أو برنامج حكومة الوفاق الوطني إلى مجلس النواب، وهناك أن الذي اشترط أو وضع له في المبادرة الخليجية سيقدم في غضون الأيام القادمة إلى مجلس النواب، وعلى أن يتم مناقشة برنامج الحكومة وهو برنامج انتقالي لحكومة انتقالية مدتها سنتان وثلاثة أشهر في غضون، ثم يتم التصويت عليه، ليتم بعد ذلك التصويت على القانون الحصانة. طيب. نعم. وهناك معلومة تشير إلى أن هناك قائمة قدمت بنحو أكثر من 400 شخصية ممن شاركوا مع الرئيس صالح في الحكم المطالب. نعم حمود. تمكينهم من الحصانة. شكرا حمود النصر، مراسل العربية من صنعاء.